السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الوحى هذا خد كسيتو سوغوشرا سياسي أقويهن محمد عبد الله كاهن أوه حقيها شروع لا قارات دا يوروبا حسب كم عارض كي وضلي محمد كسور دوو سؤال شكوات هدان كويديو حالات دا قودة دالك سادواركتا وعليكم السلام وعلو هاي عبد الرحمن آدي آدنا وعليكم السلام يا والله حالات دا قودة وضن كي وحالون مرينة يا إلا قودة سيني مانتا مانتا قران كي وكسي قوية هاي لابين صدنا صدح يسن خاصة النضوط سفر نتيجي اني يقرى لماذا اني هايسي وذا تشركي هذي تيحب يا هذي تي دول دبالكي وقهو سيسي مانتا وحاول بيال حالات مانتا اللي كتر نارونتي محمد هراء اللي ده اصوى مرناي وحانو مرينا يا دي اللي قوة دلك سيد هاي ومقرى ساي دعوائي كور هايسو بركا يعلو قدن بانشوغا هالكن بانشوغا لابد السنوذو دي قدن بيسيبا مركا دي آد اي قرن ايساي ايكا صوى عن دي حالي حبيب الله عن قرن ايساي يلا حدلو حدنا ارضو قدن كي والله هو عاكران تاي سياسيا مركا دي حقا دلالها اللفتي حقا الشدة يفيد كامر قادر تيجي سعود كيسي وهو يو عكرنتي وعكرنتي وهياك محمد وعاد برضو ما تنتهي دلكي وحكيت شراء منك شبه هذا العصب يحال هذا دجال العصب بل يجي حال هذا حس سيد كل مقدن كأقوي هنا شبه هذا هنو تي ما وحرم علينا يا شبه هذا نبدا وبيس يوين غنيسة دريسة حابين غنيسة مركا كم هذا إنه دوحي لك وسدين حكم كا مصبيه دريسة شو تلمع يده كم هذا إنه الله عرتين وحيقوم قالا مكا سنو وروحو سشيغي يعني شيران كم هذا كلاوي مكا لنين واقع الدور اللوان قيبها كلا ودى قديسة يعني تقلباتك يعني تبرتابة مركا يرونتي انفورتشتني ووح لقحوم عدوه لكن دي وحي هاي الوح لاركي وحوي يعني هدي ماشا وذا طرشي يوح وذا لحاشا يوح وذا إلاشي يقال أن لماذا الشيقي دي واحد كل سنة هاي يسو تلاسل يوذا فشي يتلوذاك مكا يعني انتو ماشا اي كب حد ولما ونشو دي وحباي نقضان تاريخ دا دونك وحوي يعني دوي هرانا وقرصي دي حد دلوين لغا عركينا مكا فنتي يواجر أنا واحد عندنا لا يقشن كم عارضي وأنا رنتي واحد ودي هاي أساس كذا ومسؤول كي هاي يعني كرشة كتلي يوم أنت مركا تبعنا سوا كيان وأكحهم على رنتي ينقرن كأين كان نقضوا لكن دوا واحد أكبرسون ويدي أون وايو سو ما إذا واحد إلى هذا خير دالد ويا سيدي عاوز كليا هذي إنه كل فرق هذا إنه إنه قرن مال كله يجين إنه قال لفتيه إنه سو ما إلا لفتيه إنه قال يا ذي كله تلسني مو يو ترى مرارسي يو شو شو يو حوي محمد عبد الله كاهن كوان كي كوميشن كدور شوي كقرن كسيدة كسيدة وعرك تعذو ده ما هن كرا قوان كوميشن بوها وايو ده كوميش كقرن شعب كود دارتي قرن كود دارتي لكن س وحنا كرا اون دي جدي موسى ee u shaqay saw muuse isagu meesha keenay sidii ay u shaqaynaysaa yuun bayahay waxaan dekeliya taarkaysa sidii ay go'aanka u soo saareen sidii go'aanka intii kii ku saxay hadana markii dambe ee umadii gacanta ku fiiqday oo hadana u soo bedelay
waxay tusaysaa sida ummadda u hor iman kari waayeen ee the commission qara waxa lagu yaqaanay inuu qaranka soo istaago oo go'aankii gaareen ay u sheegaan oo sababaha ay u gaareen u sheegaan oo ay dadka de hor yimaadaan intaasuba may dhicin marka runtii horta de ma odhan karo commission oo magaca commissionku meel kaga dhacbu la qoraya hadda idaahdo commission laakiinse guddigii uu muuse magacowday ee qaraarkay soo saareen wax buu dalku sii shiday marxaladii iyo siyaasadii cakirnayd ee hore u jirtay ayuu shiday mar dee wax runtii aad iyo aad ee qof walo kasta oo somalilan waxa jecle ka qaba ama danaynayo muwaadiniba runtii uu ku xumaado ayay noqotay waata keentay in jabhada lagu dubaysa hadda iyo qaar kale oo dee socda oo huraya waayo cabdiraxmaan waxa dadku aanay ogeyn wahayayaan shacabku minbar ilaa galbeed waa mid keliya weeyaan shacabku waa mid keliya weeye shacabku wuu daalay waaweeyaan siyaasad qaliifsan waxa weeyaan ninkan askariga ah ayuu dadku ka daalay maceeshadii waxa weeyaan dadku maanta waxa jira dad aan deli dab saarin ayaa jira somalilan maanta waxa weeyaan waxaad ugu tegaysaa dad aan waxa weeyaan maalmo dhan aan deli dab saarin iyo dad waxa weeyaan deedaarahay ku jiraan iyo nooshay ku nool yihiin iyo dadka caalamka ugu tijaasan aanay ku nooleyn marka dee in yar ay dadkii sidaa ugu dulolaato waxa weeyaan dee maaha shacabku waxa weeyaan markaa runtiita dadku aanay ogeynin inuu buuxo oo waxa weeyaan uu dee ani milit ani day ani week waxa weeyaan taagacalax aynu horena u ogeyntii katii laascaarood iyo gobolka sool haddana gacalibaax ka bilaabantay waxaan leeyahay kuwa soo socda ayaa ka badan kuwa soo socda ayaa ka badan oo runtii aad iyo aad xogayaad baad u mahadsan tahay siyaasi aqoonyahan sare ugu dambeyn fariinta aad u direyso bulshada ama xukuumadda Soomaaliland maxay tahay fariintaan u dir waxa weeyaa shacabka in midnimadiina ku adkaataan kaliyataryaha waxaa lagu yaqaanaa inuu intuu kala qaybiyo divine rule uu iska kiin hor keeno waxaan leeyahay idinkuu dad midabaa tihiin dal midabaa wadaagtaan waxa weeyaan yaal laydin kala qayb qaybinin yaal iska kiin hor keenin dantiina waa mid keliya waa in aad u sinaataan khayraadka wadanka sovereignty-ga iyo qaranimo ay noqoto mid inan kasta iyo inan kasta oo Soomaaliland xayndaabkeeda ku jirta uu iska dhex arko taa weeyaan ta idinmidaysa marka aan waxaan kula talinayaa inay adkaysaan oo meel ugu soo wada jeedaan talinkan waxa weeyaan rabo inuu iyaga ku dul noolaado oo iska hor keeno oo iyaga oo arkaya uu sovereignty-goodii iyo qaranimadoodii iyo future-koodii uu godka madow ku ri waa hagaag daawadayaalkaasi wuxuu ahaa siyaasi sare aqoonyahan Maxamed Cabdulaahi Kaahin oo ah xogayaha shuruucda xisbiga mucaaradka ee wadan ee qaaradda Yurub. Maxamed, aad baan kaga mahadcelinaa wareysigan aad na siisay, aad baan kugu mahadcelinaa. Aad iyo aad baan mahadsantii. Asalaamu calaykum.